أهلا بكم في برنامج بيت الحكمة، برنامج حضارة الكتب والثقافة. بعد القليل سنكون معكم. الكتب الصادرة حديثا في قسم البورتري، نستضيف رئيس اتحاد الصحافة والنشر منير أوستون، وعمر الكسيز بكتبه في قسم الكليات. وضيفنا في قسم العدسة هذا الأسبوع الكاتب التونسي نوفاس سلامة. بيت الحكمة معكم. في كتابه الجديد يتناول الكاتب معمر يلماز اثنان من سلاطين العالم يتمتعان بشخصيتين مختلفتين، يلدرم بايزيد وتيمور. يلخص المؤلف كتابه فيقول: يلدرم بايزيد فخور جدا وعنيد، وتيمور له عينان تمساح وطموح. وبينما يصبح بايزيد سيف المسلمين والأتراك، يسيح تيمور في البلدان فلا يترك فيها حجرا على حجر ولا رأسا على بدن. وبدلا من توحيد هذين السلطانين سيفهما، دخلا في صراع الأخوة فتنال الجراح من المسلمين والأتراك، يضمد فيه البيزنطيون والأوروبيون جراحاتهم. والكتاب بديل جيد لهواة الروايات التاريخية. هذا الكتاب استكمال لمجموعة الكتب في التاريخ العربي والإسلامي التي أصدرتها دار المفائز في بيروت من تأليف المؤرخ الأستاذ الدكتور محمد سهيل طقوش، ويتناول ثلاثة حركات معارضة أقضت مضجع خلفاء العباسيين وتركت بصماتها في تاريخ المسلمين، وقد قدمها المؤلف بالشكل العلمي الرصين يعطي القارئ فكرة حقيقية عن الحركات الثلاث. تربية الأبناء علم وعمل، لها قواعد تقوم عليها ومبادئ تنطلق منها. لو أخذ المربون بها لانطلقوا بوظيفتهم التربوية بكل سعادة دون ملل أو كلل. إيمان الوكيل. تحدثنا مع ضيفنا في قسم البورتري من حلقة هذا الأسبوع رئيس اتحاد الصحافة والنشر منير أوستون حول اتحاد الصحافة والنشر وبرنامج الآداب. هل لكم وأنتم تعرفون بأنفسكم أن تحدثونا عن مغامراتكم في عالم الكتابة؟ أعمل في النشر منذ 27 عاما، اسمي منير أوستون. بدأت من أدنى مراتب هذا العمل، وأحمد الله أن قسم لي عدة دور نشر خاصة بي منذ عام 1999. ومنذ 3 أعوام ترأست جمعية ينتسب إليها 160 ناشرا. بدأت بالنشر عن طريق الصدفة، كان والدي رحمه الله مشتركا في كتاب، وذهبت إلى شركة في سلطان أحمد لأخذ الثمن، كان ذلك عام 1988، ومنذ ذلك اليوم وأنا أعمل في النشر. هل هناك مشاكل في عالم النشر في تركيا، وما هي فوائد معارض الكتب؟ طباعة الكتاب لا تعاني من أي مشكلة في تركيا، ففي رأيي يستطيع كل شخص أن يطبع ما يريد بالشكل الذي يريد في حرية تامة. بالطبع تحدث بعض المشاكل كما تحدث في البلدان التي تتطور فيها الديمقراطية، وهذه ستزول في المستقبل إن شاء الله. الجميع أحرار تماما في طباعة كتبهم، والمؤلفون أحرارا تماما في التعبير عن آرائهم الخاصة. أما معرض الكتاب فإنه عيد بالنسبة لي، فنحن جميعا هنا كما ترون في معرض تويب للكتاب نتحدث عن حضور جيد وعن معرض يزوره ما يزيد عن 500,000 زائر خلال 9 أيام، وأعتقد بأنه سيكون أفضل لأن العدد الرسمي لسكان إسطنبول 12,700,000، ويبلغ العدد الغير رسمي 20,000,000. ولو أخذنا متوسط هذا العدد وزار المعرض 10% من سكان إسطنبول لبلغ مجموع الزوار 1,500,000 زائر. آمل أن يزور المعرض في السنوات القادمة أكثر من هذا العدد. هل يمكن القياس بين المعارض في تركيا والمعارض الدولية؟ حسناً، عند النظر إلى المعارض الدولية نجد أنها في تنسيقات مختلفة جداً. الأولى معرض فرانكفورت للكتاب ومعرض لندن للكتاب. يشترك في معرض فرانكفورت 280,000 زائر، وفي معرض لندن 25,000 زائر، والجميع محترفون. والمعرض الثالث معرض بولينج المتخصص بكتب الأطفال،
وتعرض كتب الأطفال وحدها. أما باقي معارض الكتب الأخرى في العالم فهي شبيهة بمعرض تويب أو معرض جنر المزمع عقده في شهر آذار، وهي في معظمها معارض لبيع الكتب فحسب. معرض تويب للكتاب ربما يأتي في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد معرض طهران، حيث يبلغ عدد زوار الكتب في طهران ما يقارب 4 ملايين نسمة، ولا بد أن نذكره في هذه المقارنة. هل تتابعون الأدب العربي؟ بالطبع يمكننا أن نقول ذلك. من تتابعون؟ أتابع كتابا من سوريا وكتابا من إيران وكتابا من العراق، نحاول أن نتابع عن كثب قدر المستطاع. كيف يمكن تجاوز مشاكل ترجمة الكتب من التركية إلى العربية على وجه الخصوص؟ من أجل معالجة مشكلة الترجمة لابد أن يكون هناك من يتقنون التركية في تلك البلدان. في إيران والعراق وسوريا أعتقد أن الناس في منطقتنا ينشغلون بالصراعات بحيث لا يوجد وقت للترجمة. لدينا مشاكل ترجمة في الصين ومشاكل ترجمة في البرتغال ومشاكل ترجمة في كوريا وكذلك في شبه الجزيرة العربية، بل أعتقد أن هناك مشاكل ترجمة في أذربيجان أيضا. ينبغي أن نعمل على تكوين مترجمين في أسرع وقت ممكن، فلننفتح بأدبياتنا إلى العالم حتى نتمكن من تأمين التواصل واستمراريته خلال القراءة. وهنا تقع على عاتق الواقفين على اللغة التركية مهام كبيرة. هناك من يقول إن برنامج الآداب في التلفزيون لن ينجح، وقد نجحتم في ذلك، فما الذي تقولونه حول هذا الموضوع؟ أقدم برنامجا جيدا في إحدى القنوات. كنت أفكر في تقديم مثل هذا المشروع منذ 3 سنوات وتجرأت أخيرا وقدمت المشروع وقبلت القناة البرنامج، وقد صورنا حتى الآن 13 برنامجا تم بث 8 منها، وكانت ردود الأفعال والتهاني التي وصلتني ووصلت القناة جيدة جدا. وكانت هناك حاجة لمثل هذا الأمر في الأصل. نحاول أن لا نتجاوز النصف ساعة حتى لا يمل المشاهدون، ونحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الأعمال الأكثر شعبية. نسأل عن أكثر 11 كتابا يوليه المؤلفون اهتماما من الكتب التي احتلت مكانتها في حياتهم وعن ذكرياتهم حولها، ونتركهم يتحدثون على سجيتهم. نعمل على عدم التعريف كثيرا بالكتب الجديدة، وبذلك نعمل على أن نقدم نماذج لجيل الشباب، ونعمل على تعريفهم بكتابنا وعالم النشر. وأنا سعيد جدا، وكذلك الناس الذين نعرفهم، والبرنامج يسير بشكل جيد جدا إلى الآن. كيف يبدو لكم منظور القراءة في تركيا؟ إنها صورة رائعة. أعطيكم بعض الأرقام المسجلة في العام الماضي. صدر في تركيا العام الماضي 536 مليون كتابا، 200 مليون كتابا منها من منشورات وزارة التربية الوطنية، والعدد المتبقي يمثل الكتب التي أخذت البندرول مما ترونه في عالم النشر هنا. وإن أخذنا بعين الاعتبار أن عدد الكتب التي تصل إلى 48 صفحة غير ملزمة بالبندرول، وتقديرنا لمجموع هذه الكتب يبلغ 60 مليونا، وهذا يعني أننا بعنا لشعب تعداده 70 مليون نسمة 400 مليون كتاب، وهذا مهم جدا. ولذلك يمكننا القول إن معدل القراءة في تركيا يسير بشكل جيد. ما هي الكتب التي ترونها مفيدة للترجمة من التركية إلى العربية؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى لطارق طوفان، أو كتاب محمية الأطفال المتأتئين أيضا للكاتب طارق طوفان. أحب ترجمتهما للعربية ووضعهما في متناول القراء العرب، لأنهما مليئان بالمشاعر، أي أننا نعيش كل شيء معا. لن يختلف الأمر على المتلقي كثيرا سواء كان في البوسنة أو في بغداد أو في مكة، ونحن في الواقع نعيش نفس المشاعر. أحب ترجمة هذين الكتابين بشكل خاص إلى اللغة العربية. العلاقات الاجتماعية تكون فاسدة عندما تصاب الذوات بالتضخم، فيصبح العمل الجماعي المشترك صعباً أو مستحيلاً، إذ يدور نقاش حينئذ لا لإيجاد حلول للمشكلات، بل للعثور على أدلة وبراهين. مالك بن نبي. كتاب مثالي في تعليم القرآن الكريم، يهدف إلى تعليم تلاوة القرآن الكريم في زمن قياسي يبلغ 3 أيام،
مؤلف هذا الكتاب الذي تم إعداده لفهم القرآن الكريم والعيش في ظلاله يؤكد على أن الكتاب معد بشكل يمكن الناس من تلاوة القرآن وفهمه. يولي الكاتب إلهان أورال في الفصل الأول من كتابه المؤلف من 3 فصول رئيسية أهمية لمكانة القرآن في حياتنا قبل تلاوته، وبينما يفسح في الفصل الثاني المكانة لمبادئ تلاوة القرآن والهدف منها، يهدف في الفصل الثالث إلى تطبيق التلاوة. كيف تحولت سوريا من دولة مارقة إلى دولة فاشلة؟ يتحدث هذا الكتاب عن الطغاة وكيف كانوا سبباً في جلب الغزاة والخراب لبلادهم. قديماً قالت العرب الغزاة يجلبهم الطغاة، ولا ينطبق هذا الوصف اليوم كما ينطبق على دول العربية وخصوصاً العراق وليبيا وسوريا ومعظم دول المنطقة. الحقيقة أن معظم مؤسسات هذه الدول إن هي إلا مجرد غلالة لأنظمة قبلية وعائلية أنجبت أنظمة شديدة القمعية عسيرة على المقاومة بالعمل السياسي. عني الإسلام بالمجتمع عنايته بالفرد، فكل منهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، وصلاح الفرد لازما لصلاح المجتمع، كما لا صلاح للفرد إلا في مجتمع يساعده على النمو السليم. يوسف القرضاوي. ولد الكاتب الباحث والناقد عمر لكسز في يوزغات عام 1958. أديبنا الذي بدأ بالكتابة منذ المدرسة المتوسطة نشر مقالاته التي تتناول بالنقد الحياة الثقافية في تركيا منذ عام 1982 في مجلات ما وراء، العلم والفن، الإسلام، وسجلات ويدي إقليم، وفي صحيفتي زمان ويني شفق، وكان من مؤسسي مجلات قصة إيجا وسجلات والهجاء. لكسز الذي يعرف نفسه كعامل في مجال الأداب اضطر للبقاء خارج حياة الأسرة منذ أن كان عمره 7 سنوات، فكان من نصيبه أن يخوض تجربة صعبة اضطرارية مفيدة لصغير مثله من حيث التعرف على الحياة والاستعداد لصعوباتها، لكنها لا تخلو من السلبيات في جانب الاستعداد الروحي. بدأ حياته في عالم الكتابة بالمعنى الاحترافي بكتاباته النقدية في مجلة ما وراء، واهتمامه الكبير بعالم الآداب كان الدافع الذي حمل لكسس على اختيار الكتابات النقدية، وجعل القصة اهتمامه الخاص من هذا العالم الأدبي الكبير، وأصبح بكتاباته النقدية ومقترحاته في عالم القصة من رواد تطويرها. بلغت مؤلفات عمر لكسس 12 كتاباً، فنشر كتابه أبجدية الميمات في عام 1995. في كتابه هذا تناول أعمالاً للمؤلفين الكبار من أمثال سليمان نظيف السندال، طنبينار، أحمد مدحت، إليادا، راسل، جاهد ظريف أغلو، راسم أوزدن أوران، نجيب فاضل كساكوريك، وتجارب أدبية وكتابات جدلية. وقد تم نشر كتابه القصة في الأدب التركي في 5 مجلدات تتضمن قصص القرن الماضي وحياة القصص وكتب القصص والقصة النموذجية ودراساته التحليلية حولها. وبكتابه هذا نال عمر لكسس جائزة اتحاد الكتاب الأتراك في النقد الأدبي لعام 2001. وكتاب لكسس من شيراز إلى شيراز يضم النقد الأدبي الجذاب الذي يطوف حول المجالات الأدبية المختلفة من الشعر والرواية والقصة. وكتابه آثار القصة يتكون من مقالاته النقدية حول القصة. وفي كتابه الكلام القصصي يتناول تحول القصص اتباعا لاختلاف الظروف الثقافية في بلدنا. وفي كتابه المنشور عام 2006 بعنوان الكتابات القصصية من النظرية إلى التأويل تتضمن دراسات حول الكتابة القصصية في تركيا من حيث المفهوم والنظرية والتطبيق. يتناول فيها دراسات نقدية لعدد من القصص وكتاب القصص من فترات مختلفة. وفي كتابه المنشور ما الذي يعنيه الفن لنا يتضمن البحث عن إمكانيات جديدة لمنظور وخطاب جديد خاص بالفن. وفي كتابه عام 2014 بعنوان كلمات نارية
ينبغي تقييمه بعيداً عن أعماله القصصية والنقدية، فالكتاب ليس كتابات تحليلية لمتون الشعر حسب تعبيره، فهذا الكتاب يضم 8 شروح خاصة مستلهماً من 8 نصوص شعرية. أخيراً، لا يزال عمر لكساز من كتاب الزاوية في صحيفة الشفق التي عمل فيها مستشاراً لصفحة نشر الكتب في موقع الصحيفة. ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره لك. لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما لا يقوله. جبران خليل جبران. اليوميات التي كتبها محمود شوكت باشا في عهد صدارته التي دامت 4 شهور و19 يوما في عام 1913 تحمل خاصية مرآة تعكس بشكل رائع أمراض الإمبراطورية العثمانية التي شرفت على الانهيار. هذه اليوميات التي تعرضت للتغيير في أسلوبها ولغتها وعانت من الإضافات هنا وهناك وابتعدت عن أصلها تنشر لأول مرة بنصها الكامل المطابق لأصلها. هذا الكتاب عبارة عن رواية، إنها رواية واقعية يستمد منها دروس وعبر، وخاصة للشباب العربي المعاصر المهدد، حيث يعود رائد من أمريكا إلى لبنان بخيبة أمل وصدمة مع بداية الحرب الأهلية، فيخوض غمار التحدي لبداية جديدة وتصحيح المسار الخاطئ، فتفتح أمامه آفاق جديدة وينطلق ليحقق النجاح. إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعاً. إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. الصدق منجاة والكذب مهواة، والشر لجاجة، والحزم مركب صعب، والعجز مركب وطيء. أكثم بن صيفي التميمي. كان ضيفنا في عدسة هذا الأسبوع الكاتب التونسي نوفاس سلامة في حديث معه حول قصته مع الكتابة وأعماله. هل يمكن أن أتعرف إليكم؟ أنا اسمي نوفل سلامة، أستاذ في القانون متحصل على الإجازة في الحقوق. درست الحقوق منذ سنة 87، تخرجت عام 1992. كانت دراستي عادية حتى التحقت بالجامعة وتخصصت في الحقوق، وقد أفادتني كثيرا الدراسة الحقوقية وخاصة المنهجية الحقوقية في الكتابة وفي التعرف على المناهج البحث الحديثة وفي طريقة التحليل القضايا. اختصاصي حقوق، ولكن اهتماماتي متوسعة تتجاوز الجانب القانوني والحقوقي إلى مسائل فكرية، ثقافية، سياسية، اجتماعية، وخاصة بعد الثورة لما انفتحت الأفاق وأصبح الإنسان بمقدوره أن يخوض في العديد من القضايا والمسائل وأن يدلي بدلوه في بعض المشاكل التي تعيشها البلاد أو بعض المشاكل التي يعرفها العالم العربي. ثم كانت لي مساهمات في الجانب الثقافي حول الهوية، حول الهوية والمطالعة وضرورة التعلم. ثم بعد الثورة دخلنا غمار الفكر السياسي والفكر الاجتماعي والفكر الاقتصادي. حاولت أن أقدم الإضافة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي عاشته تونس بعد الثورة، وناقشت بعض المسائل التي المتعلقة بالتنمية وبنوال التنمية وبالاقتصاد، وكذلك المسائل السياسية الراهنة كالانتخابات وكالعمل الحزبي والتجاذبات السياسية والصراعات على الحكم والسلطة. حاولت أن أقدم نظرة موضوعية بعيدة كل بعد عن التحزب، فيها نقد لما هو سائد، وفيها توجيه لمن يحكم، وفيها إعانة في بعض الوقت ببعض الأفكار، لعل
من يحكم أو من يهتم بالشأن السياسي أن يستنير بها أو أن يستعين بها. كما عالجت بعض القضايا الأدبية الفكرية، علاقة الدين بالفن، علاقة الفن بالأبداع، مشكلة الحرية، هل هي حرية مطلقة منفلتة أم هي حرية منضبطة فيها حدود وتحترم بعض الضوابط ككل المجتمعات. حاولت أن نكتب في الرئيس أو القائد المثالي الذي يجب أن يكون أن يحكم البلاد في قادم السنين ويخلف النظرة القديمة التي كان فيها الحاكم هو من يملك البلاد والشعب والعباد. حاولت أن أقدم فكرة حول من هو الطاغية وكيف نؤسس الطاغية وكيف نصنع الطاغية من جديد. من بين المواضيع والقضايا الأخرى التي استرعت اهتمامي هو علاقة الدين بالسياسة. وكما تعلمون أن تونس عاشت في 2012-2011 مشكلة كبيرة أثناء إعداد الدستور وتتعلق بمكانة الدين والشريعة في الدستور ومكانة الدين والشريعة في المجتمع، وظهر صراع كبير بين الجانب العلماني والجانب الإسلامي حول كيف نضمن الشريعة والإسلام في الدستور، وظهر صراع بين جانب يرجح أن تكون المرجعية في الدستور إسلامية بحتة وبين أن تكون المرجعية في الدستور الحقوق الكونية العالمية. أنا كتبت في كل هذا وحاولت أن أطير هذا وأن أرخ لهذا القضية، وانتصرت إلى أنه يكفي في تونس في المرحلة الحالية أن يكون الفصل الأول من الدستور كافي للتعبير عن الهوية التونسية اللي هي هوية عربية إسلامية لا شك فيها، وأنه الإسلام هو دين الشعب ودين الدولة. كتبت في علاقة الشريعة بالدستور، علاقة الشريعة بالقانون، علاقة الشريعة بالسياسة. حاولت أن أنتصر إلى أنه تونس بلد مسلم إسلامي وقوانينه مستمدة في غالبها المجالات الحوالي الشخصية، مجالات التسمية والعقود، القانون العقاري، العديد من المجالات القانونية أصلها ومستمدة فصولها من روح الشريعة الإسلامية. كيف ترى العلاقة بين تركيا والبلاد العربية في السنوات الأخيرة؟ والله أنا اهتممت قليلا بالجانب التركي وكتبت بعض الأفكار وبعض المقالات في هذا الخصوص، ورأيت أن خاصة بعد الثورة أصبحت لنا اهتمامات واضحة من بالجانب التركي وبالسياسة التركية وبكل ما يدور في تركيا من برامج سياسية واقتصادية وتنموية. وقد لفت انتباهي خاصة في الحملة الانتخابية الأخيرة أنه رئيس أردوغان رئيس ذكي جدا، يعرف كيف يخاطب الشعب، يعرف كيف يتعامل مع الشعب، ويعرف كيف يحقق طموحات الشعب. وهذه في اعتقادي وفي تقديري عناصر قوة للرمز أو القيادي الذي نرنو ونطمح أن يكون لنا رئيس وقائد في تونس مثل أردوغان، لأنه يتكلم ببساطة بوضوح مغير تعقيدات، لا يعقد الأمور، واضح، عنده استراتيجية واضحة، يخاطب الشعب صادق. فالانتخابات الأخيرة إذا كان عندها ميزة ولها من خصائص فهي قد أعطتنا الخصائص أو المعايير أو الشروط التي يجب أن تتوفر في القائد الذكي والقائد الذي يخدم شعبه. فأنا لما نعطيك بعض الأفكار، مثلا لما تسمع أنت أنه تركيا اليوم قد سددت جميع ديونها ولم تعد بلدا يستدين من الخارج وإنما بلدا يقرض الآخرين، لما تسمع أن تركيا اليوم أصبح عندها دبابة، عندها قمر صناعي، عندها حققت مشروع مرمرة ومشروع كبير وضخم جدا، وهو مشروع يقال أنه حلم الأتراك لمدة 150 سنة حققه أردوغان. فهذا الكل والعديد في المجال التعليم والزراعة والصناعة. اليوم أنت لما تشوف تركيا أول بلد في جودة التعليم في الشرق الأوسط، وهي مصنفة من ضمن في مؤسساتها الجامعية من ضمن 100 مؤسسة عالمية. لما تشوف أنت اليوم تركيا بلد العاشر اقتصاديا في العالم والأولى في الشرق الأوسط، لما تعلم أن تركيا اليوم هي البلد الأول ذو قوة عسكرية في الشرق الأوسط قبل إسرائيل، لما تشوف أن نظام التعليم بتاع تركيا ربط التعليم بالصناعة، ربط التعليم بالشغل بالتشغيل،
يحاول تحاول الحكومة التركية والسياسة التركية أن تحقق نسبة نمو مرتفعة جدا، كانت في 2010 9%، اليوم بعد أزمات العالمية 6.5 أو شيء من القبيلة زي، فهذا ممتاز جدا. هذا كل ماذا يفضي بنا أو ما هي نتيجته؟ أنك تعطينا فكرة حول الرئيس المثالي أو القائد الذي يجب أن يكون عليه القيادة، كيف يجب أن يكون عليه القيادة؟ قيادة صادقة خادمة لشعبها، تعمل من أجل سعادة شعبها، توفر كل الحظوظ وكل مكان وكل المقدرات من أجل إنجاز المطلوب، وهذا قد تحقق تقريبا. أردوغان فهم الإسلام فهما صحيحا، لم يفهمه قشور وأشياء ظاهرية، فهم أنه الإسلام فيه عناصر قوة اتخذ بها، ركز على الذكاء، ركز على العلم، ركز على المعرفة، ركز على الاقتصاد، طبق الآية الكريمة التي تقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هناك سنن وقوانين في الكون وفي الطبيعة وفي المجتمعات تحكم كل هذا، هي اللي تعطيك الريادة والتفوق والقوة والتقدم والحضارة. وتركيا فهمت هذا وأخذت بعناصر القوة في الكون وفي الحياة وفي المجتمع التي وضعها الله للشعوب، فانتصرت وحققت المرجو وأصبحت اليوم قوة اقتصادية وعالمية وعربية. الحقيقة متعددة موزعة مبعثرة نثرها الله في العالم، فأثمر منها حتى في قلب نيرون وفي صدر أبي الهول ميخائيل نعيمة. هذا الكتاب الذي كتبه عثمان توفيقجي يتناول بالدراسة تطور الجماعات والحركات الإسلامية المتشكلة في عهد الحزب الواحد في تركيا، خصوصا بعد عام 1960، وتحولها إلى قوة سياسية. فالكتاب لا يتناول الإسلام بل الحركات الإسلامية في تركيا وكيفية استخدامها الإسلام. يتناول هذا الكتاب تاريخ المجتمع المدني، فالكتاب يعرف المجتمع المدني باستخدام مفاهيم الفيلسوف الألماني هيجل، وذلك بالحديث عن الأسرة وأن أفرادها يعملون لمصلحة الأسر العامة، وعندما يكبر صغار الأسر يغادرونها ويدخلون في الساحة العامة للوطن أو للبيئة ليكونوا ما يسمى بالمجتمع المدني الذي يكون الدولة لفرض النظام والعمل للمصلحة العامة الشاملة.